السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دحين اليوم حناخد كيف نحل أسئلة الاختيارات، وانت عارف انه ما هي صعبة متعود عليها من اول، لكن في الآيلتس كل خيار يعتبر سؤال صح وخطأ. يعني عندنا اذا كان عندنا سؤالين اختياراتها معناه انه عندنا تقريبا 8 ويعتبر 8 أسئلة صح وخطأ، لانه يعني كل اختيار عليك تحط عليه صح ولا خطأ، صح وخطأ. ما هو شيء انك تعرف المعلومة على طول تحطها، هي معظمها او فكرتها انك تحلها بطريقة الصح وخطأ. هي باختصار نفس الشيء، انه عندنا حيكون عندنا قطعة، فهذه بالنسبة عندنا سؤالين وعلينا نختار واحدة من هذه الاختيارات، سؤال 5 سؤال 6، فنختار واحدة منهم. وحنشوف، حنقرأ السؤال الخامس. The greatest outcome of the discovery of reaction principle was that. طيب هنا يقولنا نحدد الكيوردز، فبالنسبة للاختيارات اذا بنحط ليها زي من النظام، فحيكون عندنا كلمات دلالية اللي هي الكيوردز. هذه هي اول خطوة انك تحددها، بعدين تحدد الموقع، بعدين صح وخطأ، هتحلها بطريقة صح وخطأ. هذه ثلاث خطوات. فحنشوف الكلمة الدلالية، هنا عندنا دي reaction principle and outcome، النتيجة لهذه الاكتشاف الديسكفري. فالنتيجة اكتشاف الرياكشن principle ايش اللي كان؟ طيب فهنا مستحيل ان يكون في الفقرات اللي موجوده هنا، هيكون الفقرات الاولى، يا هو الفقره الاولى يا في الثانيه في الثالثه. طيب however، هنقرا من هنا. however it wasn't until the discovery of reaction. هنا discovery يا واد، لقينا نفس الكلمه. فدحين لقينا نفس الكلمه، حنقول انه الجواب حيكون من هنا مره قريب. reaction principle which was the key to space travel and so represents one of the great milestones of the history. فهذا كان مبدأ الكي تو سبيس ترافل. طيب هذه المعلومة حتحين قريناها، حنقرأ، ما حنقرأ كثير بس حنقرأ لهنا. history of center through the rocket technology was able to develop. فهذا كان زي ما نقول المفتاح للسفر او ال space travel. فيقول لك النتيجة لهذه ال discovery، اول حاجة ال rockets can be propelled. Space travel became a reality. A major problem had been solved. Bigger rockets were able to be built. فيقول هل هذا ساعد إن نقدر نسوي نبني؟ أكثر حاجة حنحسها ما هي موجودة هي الF، هذا خطأ، ما هيكون هنا. نحط X. Major problem had been solved. يعني في كانت مشكلة وتحلت. فنرجع، ما في مشكلة تحلت. لانه ليش؟ هو بيقول انه اكتشفنا حاجه، ما ظهر انه في مشكله. نقرا عشان نشوف. The concept of the rocket rather mechanism behind the idea of propelling an object into the air has been around for a well 2000. However, it wasn't until discovery of reaction which was the key to space travel. كانت بدايه سفر خلال الفضاء. So it represents one of the greatest milestones of the history. اللي هي انه الرياكشن برنسبل كان يدل على انه space travel، ما بيتكلم عن انه صارت في مشكلة وكانت في حاجة تانية. فنرجع للسؤال، ما بيتكلم عن المشكلة، ما بيتكلم هنا بيتكلم space travel became reality، يعني صار شيء حقيقي، وهذا هو الجواب الصح احتمال كبير. نراجع كمان الـ A، يقول لك rockets could be propelled into the air، انه الصواريخ ممكن تترمي في تترمي وتقدر تكون في الهواء. هذا شيء ما اتكلم عنه، هذا يعني شيء يلخبطك، ممكن تحس ايوه هذا الجواب. لا، المكتوب نصا وحرفا هو السبيس ترافل، ما بيتكلم عن الصواريخ انها تقدر ترميها فوق، هو بيتكلم عن انه اي حاجه، يعني السفر او النقل بالفضاء في السماء شيء بوسيبل. فعشان كذا هو ما بيتكلم هنا. فاذا الجواب حيكون بي احتمال كبير جدا.